شكرا للكابتن حسين علي مدير ملعب الزعيم الرياضي. النظر لوضعية المباراة بين واحد وفريق منطقة واحدة، على بركة الله تنطلق كرة نهائي العصر بين الشباب وتسعة نيسان. طالب هذه يلعب الكرة الأمام وإلى حارس المرمى محمد زو. لاعبية اللعب داخل منطقة الجزاء، ضربة راس من إيهاب راد عادل علي التسديدة وتنقطع ممتاز. ضربة راس حلوة لمهند إيهاب. رشيد 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 قلت عليه، والله قلت عليه خطير. قاسم رشيد يسجل الهدف الأول في المباراة. تلعب الكرة حلوة لمصطفى حسين، ضربة راس جميلة. بابا خير محمد يا ولد. ثلاث دقائق حتى المباراة تحية للأعين السهرة الإعلاميين الراعين، تحية لكل إعلامي حاضر في المصر، تحية وتفقس العيون الذي أرادت أن تطمر الإعلام عن هكذا البطولات إلى الأنفس الضعيفة التي حاولت جعل الإعلام خارج هذه البطولات. تحية للزعيم الرائع صاحب التنظيم، صاحب جعل هكذا جمهور في الليل وفي النهار أن يلعب كرة القدم في ملاعب الزعيم الرياضية. تحية لمنظم البطولة، تحية لكل جمهور تسعة نيسان ولمدرب تسعة نيسان. تحية للأخوة الحمول الحاج فخري الحاج سالم الماجدي بقية الأخوة الحاضرين الإعلاميين الرائعين. تحية لفريق العمل الشعبي الحاضر بأكمله مزالة تسعة نيسان وفريق الشباب قرية عشرة. الأخوة الجماهير نرجع العودة إلى الخلف. تحية للإعلام الرائع فتية الجماهير مع مصطفى، فحاولوا أن يطمروك يا نهاد ولكن أعينكم تبقى العين اللامعة في الملاعب. نتمنى لك التوفيق لك ولفراس ولإعلامي تسعة نيسان والخسارة لكل الإعلامي الحاضرين، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. تحية لهذا الإعلام الرائع ومرة حرة مباشرة لفريق الشباب في منتصف الملعب. لمنتصف الملعب أنا أطلب من إدارة تسعة نيسان كابتن مبارك لفريق التماسيح فوز يوم أمس وحصول الحارس علي بوبان لأفضل حارس وأسعد جعفر لأفضل لاعب، ونبارك لهم التتويج في بطولة شهداء الكرادة التي حققوها على أرضية ملعب المدائن يوم أمس. اليوم لمن تكون الفرحة؟ للأخير أم للعناب؟ في كبير خطرة حردان من الشباب
معانو شاب وعشرين من حملة المرمى أحمد ناصر بالخبرة الشباب أحمد ناصر والإرادة علي فريق الباش لا الجو حلو حلو محمد جواد عليكم مبروك مبروك وعارف لك مبروك للعنابي وعارف لك للاخضر مبروك لل رهاب يا محمد رهاب صورة اعلامنا الجديد ونشره نيسان والشباب الباش المتألق طالب هادي حسين جلال التنين سينا كاتن شرابك يمسحن كلهم لا صور عم اليوم يهز الفيسبوك كابتن زين ابو عباس زين الشباب المصورين الآن البطل هو من يصل إلى منصات نتمنى التوفيق لكم في البطولات القادمة نبارك لإدارة الزعيم على هذا التمرين الرائع محمد علي أضعف بلقاءات أخرى تمنى لكم وأجمل التحيات الجميلة مع اللقاء